اللعبه واش كيكسوا المجامر والشويطات اش كيبان لك فهاد واش كيبان لي كل واحد اللي كاين الله سبحانه وتعالى قال لك ولا يفلح الساحرون من حيث اتى هذا هو اللي كاين. انت كيفاش زعما كتشوف الظاهره ديال الكتاب ديال ظاهره شويه غريبه هذه يعني ماشي ديالنا ماشي ديال التقاليد ديالنا ماشي ديال الاسلام ما والو هذا هو اللي كاين. وهادشي هادشي اش غنقول لك هادشي كاين ماشي ما كاين المجامر والعطاره والبخورات و... يعني كيطاطوا بعض الناس لهادشي ماشي كاين هادشي ولكن اش غنقول لك انا كيجيني هذاك الشيء غير بنادم غير كيبغي يعني كيبغي يتعطل داك الشيء ما كاين حتى شي نتيجه يعني ما كاين راه يعني الا كان شي حاجه كتشد راه الله اللي هو اللي كاين من غير الله ما كاينش شي حاجه والناس غير باقيين شويه باقي الناس باقي شويه غالطين. ثاني حاجه هي ماشي غير كاين بزاف ناس باقي كيمشيو عند الفقهاء وكتقول مشي عند الفقيه باش يصوب لها باش امورها تقاد مع راجلها ولا سميتو واش غنقول لك هادوك الناس راه هما غيبقاو غير بوحدهم بدات الناس كتوعى وبدات الناس كتعرف وبدات الناس كتعيق يعني هذا الشيء يعني ماشي زعما نقولوا راه بدات الناس شويه كتعيق يعني بكل صراحه كاينين شي ناس هنا كيجيو على طريقتهم هما على داك الشيء كاين الناس اللي كيجيو مساكن كيجيو باغيين غير البحر وباغيين غير يفوجوا وباغيين غير ينفسوا على نفسهم على كيخرجوا من داك الضيق ديال البيت وداك الروتين ديال سميتو كيبغيو يجيو هنا يفوجوا ولكن كاينين شي ناس كيجيو هنا اش نقول لك كاين اللي كيجيب الدجاج كاين اللي كيلوح الدجاج سير طيبو في دارك وكولو كلو مع وليداتك انا بلاتي كنجو الدجاج بلدي كيدير الثمن كيتذبح وكيتلاح في البحر والله ما اش نقول لك بزاف ما نقول لك استاذ والله يرجع بهاد الناس والله يهدينا والله يفيقنا هادشي اللي غادي نقول لك اسيدي واش نقول لك الله يهديهم امين. اش كيبان لي على هذه المناسبه عاشوراء بعدا عاشوراء مبروك على جميع المسلمين والامه العربيه وهاد العاشوراء هي مديوره للدراري الصغار باش يلعبوا فيها باللعاب باش الناس تعيش واحد الجو ديال عاشوراء بمعنى الكلمه ماشي هو عاشوراء كيستغلوها بعض الناس اللي في الشعواده في المجامر في السحر في داك الشيء زعما الناس راه بلغات واحد درجه كبيره في الوعي خص الناس ما يامنوش بهذه الشعواده ويجيو حتى يخلطوا مثلا شي حاجه اللي هي مزيانه بشي حاجه خايبه حتى شي حاجه ما كاينه خص الايمان بالله سبحانه وتعالى هو اللي قادر خالق الجن وخالق الانس والناس بحال قلتي تصابوا بواحد المرض نفساني كل شيخ كيبان لي غادي يذبح دجاجه غادي يوصل داك الشيء اللي هذا ولا غادي يلوح في البحر غادي تمشي منه التابعه لا يقرا القران في شفاء يطلب الله سبحانه وتعالى بالدعاء كاين بزاف الحاجات الناس راه وعات هذا الشيء خرافات باش ندي انا دجاجه ونذبحها ونلوحها في هذا ونامن راه الله سبحانه وتعالى اللي قادر يغير الكون كله يقول كن فيكون. كيف تشد هذه الشعوذه المجامره هذه ما كتحارب في العواش واش غنقولك الله يستر وصافي الناس باقي عندهم افكار رجعيه يا اما مربي في واحد المحيط اللي هو كيخلط النقمه بالنعمه حيت هاد عاشوراء هي ديال الصدقات ديال خرج العشور ديال الزكاه ديال تقرب الله سبحانه وتعالى ماشي ديال شعواده الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش هاد الشعواده كي يعني كيغضب على البشر ايمان ما كاينش قوي اللي عنده ايمان قوي ما كتزعزعو حتى شي حاجه كاين الله سبحانه وتعالى في الملك ديالو هو اللي يمكن يغير كل شيء كاين دعاء كاين صلوات كاين قراءة القرآن كاين بزاف الشفاء كاين غير دعوات لدعيتي الله سبحانه وتعالى في واحد الوقت راه كيستجب لك الدعاء وما هادشي شعوذة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الناس ما كيأمنوش في الشعوذة واخا كان سحر وكان داكشي ولكن الناس كيديروا الرقية سيدنا جبريل كان كيرقي الرسول عليه الصلاة والسلام بواحد الدعاء أرقيك بما بالعين الحاسدة أرقيك بما في هذا باسم كلمات الله التامات كيدير لي رقية ولكن ماشي كيدير لي شعواده